الروبوت اللي راح يتحكم فيه ليوم كامل. شاهد جود هانس. الروبوت ايش راح ينقي لي؟ يلا جودو امضي لعيوني. يلا تعال فتحي. طلع بدأ هلا هون لبسه وهون فستان. بنشوف شو الروبوت راح يختار. فستان. هيا يلا خليني البسهم. طبعا هذا الروبوت اللي راح يتحكم فيه ليوم كامل انا اخترعته. كان عندنا مسابقة بالمدرسة شاركت فيها واخترعته هو انا لحالي. كتير سهل اختراعه. اذا حبيتوا اكتبوا لي بالكومنتات. يلا خلينا نشوف. وهلا ايش اذا انا خمس شعرنا خلينا نشوف لشهد شو راح يطلع لها الروبوت. يعني راح يجي على اي صورة خلينا نشوف شو راح يطلع لها. شورت لي اياه زي ما الروبوت نقى. هلا بدي احط الطاق. تدا قررنا ان نطلع. هاي شوف ماما شو جاهز. ما رح تخلي شهد تختار المكان. هاي الروبوت خلي اولا مغطيين جهة تانية. اوكي مكتوب ماما تختار المكان. خلينا نشوف. With you I can be sad. With you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I will stay. Yo, احنا اللي بنفوز.
يلا 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 على الطاولة ولا على الطاولة I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into. راح اشوف شو ماما كتبت لي على الكرت. الناس المناسبة بس يلا عليها. شهد الحياة ماما وبابا جوبا خمس بحبوك كتير. Happy birthday شهد شوشو. عيد ميلادي بكل الحياة. وهيك بنكون خلصنا الفيديو. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير إذا عجبكم الفيديو. باي. شكرا على المفاجأة والعيد ميلاد. باي.